عشان نعرف تفاصيل أكثر ينضم إلينا هاتفياً سيادة النائب علاء عصام عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. منورنا ومشرفنا سيادة النائب. شرف كبير يا محمد، الله يسعد حضرتك. أكرمك الله يا سيدي، أكرمك الله. عايز أقول لحضرتك أنه أنتم يعني حين تتحدثون عن هذه النقطة تحديداً تسيرون في ركاب توجه عالمي، هذا أولاً. ثانياً توجه الدولة المصرية والإدارة المصرية اللي بتتحرك في هذا الاتجاه بنشاط شديد، فنحييكم لأنكم لم تتأخروا عن الركب. سيادة النائب، أنا بحيي حضرتك وبشكرك أيضاً على أنك أثرت هذا الموضوع الهام. الحقيقة هناك دول، هم 4 دول المسؤولين عن أكثر من 50% من الانبعاثات الكربونية، ورغم ذلك مصر رغم أنها ليست دولة مسؤولة عن هذه الانبعاثات بشكل كبير، هي جزء صغير من المسؤولية، إلا أن الدولة المصرية تعمل على قدم وساق للحفاظ على البيئة ودعم السيارات الصديقة للبيئة من خلال مشروع إحلال المركبات، استبدال العربيات البنزين بالعربيات التي تعمل بالغاز. نعم. وهذه استراتيجية الدولة المتعلقة والمرتبطة باستراتيجية الدولة تنمية الدولة 2030. ومصر ستستضيف مؤتمر المناخ، وأنا في ظني ده بيحملنا مسؤولية ثقيلة سيادة النائب. طب. ولذلك أنا في ظني أنه يحملنا مسؤولية كبيرة، وأعتقد أن الدولة المصرية مدركة ده تماما، ونحن كبرلمان باعتبارنا أحد مؤسسات هذه الدولة ندعم ونريد أن نسأل. أنا عامل طلب مناقشة عامة، عاوز الحكومة تقول لي خلال 5 سنوات أو 10 سنوات هيبقى كام في المية من نسبة السيارات في مصر تكون صديقة للبيئة. أيضا موجه سؤال للحكومة عن إمكانية إن إحنا يعني نزيل كافة الرسوم على استيراد السيارات الصديقة للبيئة. ليه؟ لأن السيارات الصديقة للبيئة هي سيارات جديدة على المواطن، تغييرها جديدة، طبيعتها جديدة، ورغم ذلك هي غير مكلفة، هي عبارة عن بطارية يعني. فإحنا عاوزين على الأقل في 2025 أو 2030 يبقى نسبة 40-45% من السيارات في مصر صديقة للبيئة، بحيث إن إحنا في استراتيجية 2050 العالمية يبقى السيارات الصديقة للبيئة بنسبتها 80-90-100%. بدون شك. اللي أنا فهمه سيادة النائب، وحضرتك صحح لي لو أنا غلطان، إنه بالفعل هناك ميزات تفضيلية تقدم لمن يشترون هذا النوع من السيارات صديقة البيئة. طبعاً تزيرو جمارك، ما تدفعش جمارك في الاستيراد. أيضاً الدولة بتشحن السيارات بالمجان حتى شهر 6 2022. نعم. لكل من يمتلك سيارة كهربائية في أماكن الوقود في البنزينة، يعني في أماكن للكهرباء. لكن ما زال لسه 14% قيمة الضريبة، ضريبة القيمة المضافة. 14% تدفع. أنت حضرتك بتطالب بصفر قيمة مضافة. بصفر قيمة مضافة، وفي 2% رسوم إدخال أيضا برضو بقول إن إحنا هنشيلهم. ليه؟ مؤقتا لحين انتشار هذه السيارات، وانتشار لأن كل ما تنتشر كل ما مراكز الصيانة هتكثر، كل ما أماكن التمويل بتاعتها الكهربائي صحيح والشحن الكهربائي هتكتر. فانا بقول ان احنا بنسهل جدا زي ما كل الدول عملت، يعني النرويج النهارده 40% و45% من سياراتها كهربائيه. وعلى فكره مصر قادره، حتى الرئيس السيسي اعلن ان الغردقه وشرم الشيخ هيكونوا اول مدينتين ما فيهمش عربيات تعمل بالوقود الاحفوري، كلها سيارات صديقه للبيئه. وهو لما بيقول كده تعرف انه هيحصل على طول. هينفذ. الرئيس ما بيقولش حاجه لما بينفذها. بالظبط. فمن المساله دي احنا متغطيين من الناحيه دي. بالظبط كده. انا كنت عايز اسال حضرتك سياده النائب، هناك من يتحدث من كبار الناشطين البيئيين عن انه السيارات الكهربائيه دي مش حل، لانه الكهرباء بتيجي منين في الاخر؟ ما هي الكهرباء بتيجي من محطه غالبا بتحرق وقود عشان تدور، محطه كهرباء شغاله بالوقود الاحفوري، يبقى احنا بس بدلا ما نحط الوقود ده في العربيه حطيناه في محطه الكهرباء اللي بتمون العربيه بالكهرباء. ايه رايك؟ ده سؤال ذكي، لكن انا عاوز اقول لحضرتك على حاجه. رغم كده الا ان نسبه الانبعاثات اللي بتتولد عن التوربينات اللي بتشغل الكهرباء اقل بكثير من نسبه العوادم السيارات. يعني نسبه عوادم السيارات بتفوق ال 24% من الانبعاثات الحراريه المسؤوله عن تلوث البيئه. اما هذه التوربينات فنسبه التلوث بتاعها لا يزيد عن 3-4%.
فلو قسناها نسبه وتناسب هنلاقي ان استبدال العربيات الوقود الاحفوري بالعربيات اللي بالغاز والعربيات الكهربائيه هيكون مفيد جدا للبيئه. ده رد الحقيقه بديع لانه بالارقام. اخيرا سياده النائب، تتصور حضرتك كده انت شخصيا هتمتلك عربيه غير احفوريه امتى ان شاء الله؟ يعني مكتوب عليها كده، متعلق عليها بادج مجلس النواب. انا شخصيا ان شاء الله في اقرب وقت ممكن هبدا استورد عربيه كهربائيه انا كعلاء، لان اقول لحضرتك ليه بقى؟ لان دي ليها مصلحه مباشره ليا. اولا مالهاش صيانه زي العربيات البنزين، تقريبا صيانتها كلها متعلقه بفلاتر الهواء بتاعت التكييف، صحيح، اللي فيها زيت موتور ولا غيره، سعرها ارخص نسبه وتناسب بالعربيات البنزين، وكمان الشحن بتاعها ارخص. فانا بدعو كل اي مواطن ان هو يشتري العربيه ديت، هيقلل من استهلاكه وهيقدر ان هو يركب عربيه سريعه جدا وشحنها بسيط ومتوفر في كل مكان. خدني في ركابك يا سياده النائب، والحته اللي انت هتستورد منها هستورد انا كمان منها زيك بالظبط، بس الفئه الاقل بكتير، ما ينفعش نبقى زي بعض يعني. هنصنعها في مصر يا استاذ محمد، هنصنعها في مصر يا رب يا رب. العربيه للتصنيع فاجئتنا بده، وقريب ان شاء الله هيبقى في عربيه بنسبه منتج محلي كبيره كهربائيه. من بقك ومن بق الحكومه لباب السماء يا رب. شاكر جدا لسياده النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب عن تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين.